المياه الحمد لله تمام دلوقتي. يعني الاول من فتره اللي حصلت بتاع انخفاض المياه وتلويث المياه، ما كانتش المياه بالحال دي، كنت تلقى المياه مثلا حمراء، المياه مش طبيعي. لكن اصبح بقت النهارده نسبه المياه تمام التمام، والمياه زي ما انت شايفها حضرتك كده خضراء، يعني تقبل جميع اي اسماك. كل الجهات المعنيه خدت ملوحة مع عينات من جميع المناطق للبحيرة، وتم المعينات وتم التقرير بها ان المعينات وصلت والتقريرات وصلت ل 23% الملوحة. لكن قبل الحاجات دي من فترة كانت وصل ل 38 و40. المياه دلوقتي غير 2020 كمان، المياه دلوقتي قابلة للزريعة، ينزلوا لها زريعة دلوقتي هتنفع. الطيور دي ما بتجيش الا ما بتعرفش الا على المكان اللي يكون فيه سمك. دلوقتي الميه دلوقتي الحمد لله نحمد الله نشكر فضله، الميه صالحه دلوقتي 95%، يعني مش عاوز الا الزريعه بس. جالنا رئيس الوزراء وعمل طبعا اللازم، والبحر فيه التلوث مش ينفع فيه زريعه، بس دلوقتي الحمد لله اصبح دلوقتي التحاليل بتاع الميه وكله بقت 24%، يعني قابله لاي زريعه. بعد ما التلوث قل اصبح الحمد لله دلوقتي السمك باينت البشائر بتاعته، عشان الميه بقت صافيه وبقت 100%. يعني قبل الزريعه مش عاوز الا بس نقل زريعه. من اسبوعين ثلاثة الحمد لله جانا زريعة جمبري، واخد بالك، حوالي بتاع 5 مليون، والحمد لله يعني شهرين ثلاثة، شهرين بكتير شهرين إن شاء الله، ونصطاد منها إن شاء الله بأمر الله. والأول مرة صراحة نتاج زريعة جمبري زريعة ممتازة جدا جدا، حيوية كاملة تمام، ما فيش حاجة ميتة زي الفل. طلع قرار حظر بموافقة السيد اللواء والسيد المحافظ على ان احنا قفلنا من 1/9 لحد 31/10، شهرين، بحيث ان الجمبري يكون كبر والصيادين تعوم تصطاد بيه. البحيره سعادتك فيها انواع موسى رباني، ظهر رباني، وفي بعد الش البوري برضو موجود لسه. كان فيه الاول ميه صرف زراعي كانت نازله على البحيره بطريقه غريبه جدا، فالدوله اتدخلت وكلمت الري، بحيث ان الري مثلا رفع لها نسبه الميه وصلت لحوالي 60 سنتي او 62 سنتي للبحيره. بعد طبعا ما كان الحزام الامن اشتغلوا فيه، والحزام الامن طبعا عمل فناتر زلطيه، والفناتر الزلطيه ايه بدات الميه الحمد لله تحلو تمام. الجمبري على شهرين نصطاد منه، اما البوري ده بيجي بعدد، يعني سنه في سنه لو ان شاء الله رموا الزريعه ونتجت في البحيره، سنه في سنه تبص البحر البوري زاد فيها. يعني الميه دي البحر ده بيوكل ملايين ممليانه، ناس بتاكل منه، كل مركب فيه حوالي من بتاع 9 افراد، 9 افراد كل واحد بعيلته. هي حضرتك البحيرة من أول طريق مصر حتى نهاية يوسف الصديق عليها حوالي من 82 قرية. ال 82 قرية دي سعادتك بتلقى يعني كله بيشتغل ورا الصياد. الصياد طبعا بيعوم، هو رزق غيبي، لكن بيعين بعض المهنات مثلا مثل السواق يحتاجوا في للتواصل، البقال يحتاجوا مثلا في المعونه بتاعته، بتاع الشبك اللي بيتاجر في الشبك بياخد منه شبك، النجار اللي بيشتغل اللي بيركب المركب ده برضه بيمدوا له مركب، فتلقى كذا كذا مهنه بيرزق منها من ورا الصياد.